ترأس غبطة البطريرك بير باتيستيا باتسبالا بطريرك القدس للاتين قداسا إلهيا في كنيسة جميع الأمم بمدينة القدس، منح خلاله الرسامة ل14 من الأخوة السلزيان، وشارك في القداس الإلهي عدد من الآباء الكهنة وأمين سر البطريركية اللاتينية الأب إبراهيم شوملي وجمع من المؤمنين. وفي عظته قال البطريرك باتسبالا مخاطبا الشمامسة الجدد: الغرض من نيل الرسامة ومن ثم الكهنوتية ليس هو التباهي وإنما خدمة الجماعة. وأنهى غبطته العظة قائلا: أصلي إلى الله أن يجعلكم عناصر مهمة وحجارة صغيرة في بناء ملكوت الله. واختتم القداس بوضع الأيدي والصلاة على الشمامسة الجدد. Saint John the Baptist.